أهلا بكم من جديد. إذن تتسع رقعة الاحتجاجات في إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو وحكومته في واحدة من أقوى موجات الاحتجاج منذ تسلمه السلطة عام 2009، ويجمع الكثير من المراقبين على أن نتنياهو الذي عبر بصعوبة ثلاث انتخابات على مدار أقل من عام قد يواجه عزلة سياسية كبيرة مع ارتفاع الأصوات المعارضة له والمدفوعة بفشله في إدارة ملف كورونا وتداعياته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن إدخاله المجتمع الإسرائيلي في حالة من التشظي السياسي. وحالة القلق التي يعيشها نتنياهو تبدت برأي متابعين من خلال الاتهامات التي يلقيها بكل اتجاه، مرة ضد اليسار ومرة ضد وسائل الإعلام وآخرها ضد القائمة العربية في الكنيسة. تستمر طبول آلاف المحتجين بالمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو من منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية على خلفية تهم فساد موجهة إليه وضعف إدارته لأزمة كورونا. إدارة نتنياهو السياسية للوضع الراهن تتجدد، فوسط تصاعد الاحتجاجات هاجم نتنياهو رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيسة أيمن عوده بسبب مشاركته في الاحتجاجات، فضلا عن أنه أيد تحركات إسقاط نتنياهو واعتبرها الخطوة الأولى لما هو مطلوب. نتنياهو رد على عوده ووصفه بالإرهابي بسبب مشاركته في التظاهرات، بل واتهم وسائل الإعلام بالتحريض ضده. لم يكن من المتوقع أن تتصدر هذه المشاهد الإعلام الإسرائيلي وتحديداً ضد رئيس الحكومة الأكثر تشبثاً بالمنصب. وإن كانت إدارة أزمة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية هما السببان الرئيسيان وراء الاحتجاجات ضد نتنياهو، ولكن ملفات الفساد تتكاثر، خصوصاً بعد أن عادت فضيحة غواصات يتورط بها نتنياهو إلى الواجهة بعد تحقيق نشرته يديعوت أحرنوت قبل أيام. المشاكل الداخلية ليست بعيدة عن خلافات بين الليكود وأزرق أبيض، مع أن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية لم تبلغ من العمر أكثر من 3 أشهر، وهذا الأمر دفع بالتحليل للعودة لانتخابات كنيست تكررت 3 مرات، فضلاً عن أن نتنياهو يحاول تصدير أزماته إلى الخارج عبر التذكير بملف التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية والزعزعة الأمنية على حدود لبنان وسوريا. مشاهدينا، أرحب بضيفي من القدس رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي. أهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني إلى أي مدى ينشط الفلسطينيون في الاحتجاجات في إسرائيل؟ لا، هي النشاطات حاليا بغالبيتها المطلقة نشاطات إسرائيلية يهودية، هناك مشاركات ثانوية، ولكن هذه قطاعات مجتمعية مختلفة من أطياف مختلفة في المجتمع الإسرائيلي، غالبيتها مركز يسار، ولكن في هناك يمين أيضا. مثلا كل النشاط الذي الاحتجاجي التي يتحدث عن الانهيار الاقتصادي وضرب المصالح الصغيرة، من يقود النشاط هم من اليمين وليسوا من اليسار. حتى في المظاهرات أمام بيت بنيامين نتنياهو هناك أشخاص من طيارات وألوان وأحزاب مختلفة، ولكن بغالبيتها هي من المعارضين لبنيامين نتنياهو، لحكم بنيامين نتنياهو ولسياسته، وتحديدا في الكورونا التي أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي وإلى المساس بمعيشة الناس وكرامتهم، وفشل الحكومة بمواجهة هذه الأزمة، أزمة الكورونا، إلى جانب أنه التهم بالفساد التي ترافق بنيامين نتنياهو لأنها أصبحت رسمية الآن في محكمة وفي مقاضاة، أيضا هي عنصر أساسي في الاحتجاجات للآلاف الذين يتدفقون في كل يوم سبت أمام بيت بنيامين نتنياهو. نعم دكتور أحمد، يعني برأيك هذه أوسع احتجاجات يعني ضد نتنياهو منذ عام 2009 منذ أن استلم، يعني هل إلى أي مدى تعبر عن نهاية السياسية لبنيامين نتنياهو؟ لا، هو قبل سنوات عدة كان في مظاهرات اقتصادية، لكن هذه الأوسع الآن تسجل في القدس. نعم. هي أكبر مظاهرة في القدس، ولكن نعم. في تل أبيب كان في مظاهرات أكثر، ولكن في السنوات الأخيرة نتنياهو لم يشهد مثل هذا الاحتجاج ضده
ولذلك نتنياهو قلق وقلق جدا، إلى درجة أنه شغال على تويتر وعلى الإنستغرام وعلى الفيسبوك فقط في الهجوم، هو وابنه يائير وبعض أقطاب اليمين والليكود تحديدا، في الهجوم على المتظاهرين، مرة يصفهم بالغوغائيين، مرة يصفهم بأنهم ممولين من أطراف ذات أجندة، مرة يصفهم بالخطرين، مرة يقول أنهم ينشروا وباء الكورونا لأنهم يتجمهرون، لا يوفر أي حجة أو أي ادعاء رخيص أو خطير أو تحريضي أو فاشي في هجومه ومحاولته نزع الشرعية عن هذه المظاهرات التي لم تكن فقط أمام بيت بنيامين نتنياهو، وإنما كانت مثلا في كل مفترقات والجسور في البلاد طولا وعرضا. ولذلك نتنياهو يشعر بأن النار تقترب منه، لكن حتى الآن أنا أستطيع أن أقول نتنياهو ليس من النوع الذي يتأثر بهذه المظاهرات فيستقيل كما يريد بعض المتظاهرين، هو ليس من هذا النوع إطلاقا. طب إذا ما تحدثنا عن ذلك، يعني مستقبل حكومة نتنياهو برأيك، يعني هذه الاحتجاجات ما السيناريوهات التي ترسمها مستقبلا لها؟ الحقيقة فقط نتنياهو يعرف إذا هو ذاهب للانتخابات أو لا، ولست متأكدا أن نتنياهو نفسه حسم الأمر. الآن الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وبين جانس هي حول الميزانية، وهذا الجدل له تبعات، انتخابات مبكرة أو لا. نتنياهو يريد ميزانية لعام واحد أي لثلاثة أشهر، وجانس يقول في هناك اتفاق ائتلافي بدنا ميزانية لعامين. لماذا هذا النقاش؟ هل هو ميزانية؟ لا، لأنه في بند في الائتلاف يقول إذا الميزانية لعامين والميزانية لم تمر، جانس يصبح أوتوماتيكيا رئيس الوزراء بعد نتنياهو في حالة سقطت الحكومة. أما إذا كانت لسنة واحدة، نتنياهو يستطيع أن يتهرب من الائتلاف والاتفاق الحكومي ويبقى رئيس الوزراء، ويمنع بيني جانس من أن يصبح رئيسا للحكومة كما ينص الاتفاق بينهما. نتنياهو معروف بأنه كذاب بين السياسيين، حتى بالليكود يعرفوا أنه يكذب، وبيني جانس يشعر بذلك عن قرب الآن. والجميع يعرف أنه نتنياهو مش بس صعب، يعني ربما أصبحت مهزلة الحديث عن أنه سينقل الحكم بشكل سلس لبيني جانس كما ينص الاتفاق. طب دكتور، يعني إذا ما تحدثنا بخصوص انتخابات مبكرة ربما يسعى لها أو يذهب لها نتنياهو، يعني ما حظوظه في حال الذهاب لانتخابات مبكرة؟ حتى الآن في هبوط في آخر شهر ونص في نتنياهو حوالي 10 مقاعد، من 42 الآن ل 32 33. هذا هبوط غير مسبوق في شعبية بنيامين نتنياهو، ولكن للأسف وهذه هي معضلة السياسة في إسرائيل، لا يوجد بديل وخيار للجمهور أمام نتنياهو. لو كان بديلا قويا، لأنه جنس سقط، فقد ثقة الجمهور عندما زحف لحكومة بنيامين نتنياهو، لو كان هناك بديلا قويا لما فكر بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات في هذه الظروف السيئة الاقتصادية السيئة. ولكن هو ما زال يفكر في هذه الانتخابات المبكرة، لأنه لا يريد أن يصل إلى المحكمة في شهر 12، وقتها يجب أن يكون هناك ويسمع ما يقوله القاضي والإدعاء العام وينقل ذلك الإعلام، والإعلام سينقل رده حول تفاصيل الرشاوي وسوء الائتمان. هذا سيء جدا لبنيامين نتنياهو، وهو يعمل المستحيل كي لا يصل إلى تلك الفترة، ويريد كما يبدو انتخابات مبكرة قبل ذلك، ولكن ليست كل الأوراق في يده، مع أنه غالبها في يده. الأحزاب المتدينة مثلا حزب شاس ويهدوت التراء ترفض انتخابات مبكرة، وتقول ذلك لبنيامين نتنياهو، ولكن في نهاية المطاف نتنياهو قادر على أن يفرض رأيه على معسكر اليمين الذي يلتف حوله.
طب دكتور، إذا ما تحدثنا عن سيناريو يمكن يعني نظرا للمآزق التي يقع الآن أو تقع على عاتق يعني بنيامين نتنياهو، نظرا للاحتجاجات في الشوارع، هل يمكن أن يذهب نتنياهو لربما إلى الأمام بافتعال حرب أو لربما عمليات عسكرية على قطاع غزة يعني لصرف الانتباه عنه؟ عضو الكنيست يائير جولان كان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، وقبل يومين طرح أن بنيامين نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام بواسطة افتعال مثل هذه المواجهات بالشمال. نتنياهو قادر على كل شيء، مواجهات في الجنوب، مواجهات في الشمال، أي شيء يتعلق بإيران. هو مختص بحرف الأنظار في المجتمع الإسرائيلي عن القضية الأساس، عن قضية المحكمة بالرشوة، عن قضية الانهيار الاقتصادي. نعم دكتور. وكل شيء ممكن، ولكني أستبعد أن يذهب إلى حرب في هذه الظروف. نعم. إذن ضيفي من القدس رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، شكرا جزيلا لك.